صاحب محل مجوهرات، بتذكرها من زمان ايام ما كنا بالجامعة. صاحب مجوهرات تعرفوها؟ في حد بيعرفها؟ عنده 1 كيلو ذهب وعنده 10 عمال. عمال مهرة يعني بيشتغلوا بالهذا وبيعملوا، بده بيعمل خواتم. اعطى كل واحد منهم 100 جرام وطلب منه يعمل 10 خواتم. ايش المفروض يطلع وزن الخاتم؟ 10 جرام، مش هيك؟ في واحد منهم يعني مش اونست، فبده ياخذ شوي الهف من الهاي، فراح شال من ال 100 جرام شال 10 جرامات وضل قديش؟ 90 جرام وعمل 10. فالخواتم تبعته قديش راح يكون وزن الخاتم فيها؟ 9 جرامات. هلا عرف صاحب المحل، عرف بس ما عرفش مين هو، عرف انه واحد منهم عمل هيك بس مش عارف مين من العشرة. فالعشرة كل واحد إجا وجاب له، جاب له 10 خواتم تبعونه، كلهم رح يكون مجموع وزن خواتمهم 100 جرام، 10 × 10 × 10، واحد منهم رح يكون عنده 10 خواتم بس وزنهم 9 جرامات. هلأ السؤال اللي سألوه، قالوا له بدك توزن مرة واحدة توزينة واحدة، تاخذ من كل واحد إشي وتوزن توزينة واحدة، بتوزينة واحدة بدك تعرف مين من العشرة هو اللي غش. باخذ 1 2 3، باخذ من الاول، وطبعا بكتب اسمه مين هو الاول. الاول اخذنا منه جرام خاتم، الثاني اخذنا منه خاتمين، 3 4 لحد ما اخذ 1 10. لما يجي يوزن ايش راح يطلع مع الخطا؟ المفروض هلا هو طبعا لما ياخذ منهم 1 2 3 4، قديش مجموعهم هدول؟ 10 + 9 + 8 + 7، مش هيك؟ قديش بيطلعوا؟ 10 + 9 + 8 + 7 لحد ما نوصل 1، مزبوط؟ هذول على فكرة عبارة عن 1 و10 = 11 و2 و9، مش هيك؟ فبيطلع 11 × 5 = 55 جرام، فالمفروض الوزن يطلع معه 55 جرام. إذا كان 54 مين بيكون الغشاش؟ أول واحد. إذا كان 53 مين بيكون الغشاش؟ 2، وهكذا. أوكي، فكرة حلوة جدا هاي، تقريبا نفس فكرة 1 2 3.